شو خاصو يتصاوب السوق فيه الغيس مكرفس بزاف فيه الزحام خاصو يكبروا ويكون سوق زوين ديال البقر بوحدو ديال الغنم بوحدو ديال الخيل بوحدو ودابا السوق صغير شويه سوقنا خاصهم ينظموا الناس كسابه هنايا ويديروا ينظموا رحبه البقر ورحبه الغنم وينقصوا عليهم شويه في الصنك ويدوروا بهم شويه وينظموا لهم السوق كامل عامر غيس ومحفر وحجر الصنك غالي شكرا 20 درهم الاثمنه ديما ما عمرها ما كانت في الموال ديما الفلاح ديما مضرور ديما الفلاح مضرور كساب مضرور كل شيء البال كل شيء غالي ما كاينش شي حاجه باقا رخيصه ولكن الحمد لله ملي طاح هذا الخير غيكون الخير ان شاء الله المشاكل اللي غادي نقول لك هو الدنيا مزيانه ولكن من ناحيه السلطه راه ما صوبتناش السوق كي داير الناس كيتكرفصوا والناس كيتضروا وصراحة أنا من دوك الناس اللي هدموا لنا المحلات كذا وخلانا مشردين ومازال ما باغينش يطلعوا فينا ودابا كنطلبوا منكم باش تساعدونا وتعاونونا وتكونوا أنتم أصحاب ماشي يسدوا السوق في غير على المواطن راه كيمشي كيدور ما كاينش السوق باش كيتمعش سرق الناس تيخلصوا 5 دراهم أنا تنخلصوا 10 دراهم أيا كان هادشي قانون واخا إلا ما كانش قانون راه خصهم يديروا لنا مع شي اجراءات، نقول لك خلص الصرف ودخل لقلتها، بغيتي تدخل لقلتها غدخل لقلتها، ما بغيتيش تدخل لقلتها الله يعاونك.